حياكم الله. اللي تشاهدونها الآن القلعة الحرة، الآن هذه المدينة القديمة اللي فيها المسجد، مسجد قرطبة العظيم. وهذا الآن احنا على الجسر، جسر الروماني، كان مبني على أيام الرومان. بحثنا الحر، الشمس قوية. هذا الآن بسم الله على بركة الله، هذا داخلين على الأحياء القديمة حتى نوصل إلى المنازل. شاهدوا الساحات ما شاء الله، تعبه الشمس. هذا اللي على اليسار اللي تشاهدون الآن الخيول، هذا هو اللي يقام فيه، هذا هو يقام فيه دائما مهرجان للخيول الأندلسية. الآن متجهين إلى الدخول للمنازل، شاهدوا الناس واقفة تنتظر الدور. حر شديد، حر شديد جدا ما شاء الله تبارك الله. مشينا مشي حلو ما شاء الله، شاهد الناس ينتظرون للدخول إلى المنازل. هنا ننتظر الدور للدخول لأحد المنازل الآن الجميلة كذلك ما شاء الله. شاهدوا التاريخ اللي على الباب من 1895 ميلادي، أعتقد مغير، معدل، مرتب أو مسجل. هذه السيدة صاحبة البيت تنتظر دائما ما شاء الله. شوف الفناء، شاهدوا صغير، فناء جميل مليء بالمزروعات والأشياء المرتبة ما شاء الله. شاهدوا واستمتعوا، هاي النافورة تصبصب على الخفيف ما شاء الله. هذا لازالت الجدران ما شاء الله. هذا هو الفناء والحوش القرطبي الأندلسي الأصيل. الآن دائما هنا المسابقة تتم في هذه المدينة، مدينة قرطبة. شاهدوا الجدران، الترتيب، الذوق، الأرضيات كما هي. مسابقة رهيبة، وسامحونا إذا قصرنا. شاهدوا ما شاء الله ما شاء الله، سنويا تقام طبعا، سيبيلها وقت للدخول إلى كل المنازل. شاهدوا الناس، هذا البير القديم، موقعه هو نفس الموقع ما شاء الله ما شاء الله. تفرجوا شيء عجيب، فرجة. طبعا يدخل قليل عدد ويطلعون، ويدخل قليل من الأعداد وتطلع عشان مشكلة الزحمة. حياكم الله. ننتظر دورنا إن شاء الله، ندخل إلى منزل رقم 40 الآن إن شاء الله. ندخل الآن إلى منزل رقم 40 ما شاء الله تبارك الله. شاهدوا مناظر عجيبة، شيء عجيب. صحافة، إعلاميين، مهتمين يأتون من كل مكان، وأكثر من يمكن حسب كلامي معاهم. شاهدوا 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 البيوت، شاهدوا المطبخ القديم والأشياء القديمة. أكثر من يمكن أكثر من 100 منزل قديم أكثر في المسابقة هذه. سنويا يقام هذا المعرض، سنويا مسابقة، ما عدا السنة الماضية طبعا ما قدروا. ما شاء الله شهر، كل شيء فن، لوحات، لوحة فنية، أبواب، شبابيك، جدران، أرضيات، نوافير، معلقات الزراعة، شهر
ما شاء الله تبارك الله، شيء يزهي. الألوان الجميلة مع اللون الأبيض، طبعا هو الأساس الأبيض، أساس الجدران كلها بيضة أو بالآجور بالطابوق. شاهد ما شاء الله البير القديم والمطبخ والأشياء الأغراض هاي كلها، شاهد شاهد ما شاء الله. هذا المكان اللي كانوا يغسلون فيه الملابس، يفركون فيه الملابس والبير والدنيا، ما شاء الله شيء عجيب. الأبيض والأخضر والزهور ما شاء الله. شاهدوا الأرضيات مثل ما هي، هاي أشياءهم القديمة كلها محطوطة بطريقة احترافية بسيطة طبيعية، شيء عجيب. طبعا اليوم كان الجو حار كثير، درجة الحرارة الآن أنا واقف داخل البيت بالظل يعتبر تقريبا 31، ما شاء الله نزل علينا الحر فجأة. حندخل إلى منزل رقم 50 إن شاء الله، لأن التوقيت عندهم إلى الساعة 2 وبعدين من الساعة 6 إلى المساء. هذا الناس تدخل وتصور تطلع. متحف، متحف الزهور في الفناء العربي الأندلسي الأصيل. الآن ندخل إلى منزل رقم 50، شاهد المناظر الرائعة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. صوت العصافير، موسيقى يحطون، في شيء عربي في شيء أندلسي، شيء عجيب ما شاء الله تبارك الله. شاهدوا المسابقة، مسابقة لوس باتيوس لكوردوبا، مسابقة الفناء الأندلسي في قرطبة. هاي البيوت القديمة تمت العناية فيها من أهلها وأصحابها أو تم بيعها على ناس ثانيين. شاهدوا ولاحظوا الترتيب، استمتعوا في المناظر الجميلة، شيء عجيب. والزوار طبعا المشكلة الوحيدة الآن اللي هي مشكلة الكورونا فقط، تباعد والحرص ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل. هذا الماضي، بيوتهم، أبوابهم، شبابيكهم، جدرانهم، نوافيرهم، كراسيهم ما شاء الله. الآن في ميدان النصب التذكاري إلى ثاني خلفاء المسلمين في بلاد الأندلس، المستنصر بالله، هذا هو المستنصر بالله، ثاني خلفاء المسلمين في بلاد الأندلس قرطبة. أما هنا هذه قصة الحب التي تربط ولاده بنت المستكفي العربية مع ابن زيدون الشاعر ابن زيدون، وهذه الكلمات الخالدة الباقية لقصة الحب التي تجمع الأثنين. شاهدوها مكتوبة باللغة العربية في إحدى الميادين كذلك في قرطبة. ما هنا في الحنطور موجود لعمل تور داخل الحي القديم في قرطبة. شاهدوا الكلمات العربية المدينة، وهذه الزقاق والطرقات الضيقة في مدينة قرطبة. الطرب الأندلسي القديم ما شاء الله تبارك الله، يسمونها الطبلة. شاهدوا الطرب القديم، هذه الأشياء التي تباع في سوق قرطبة. أما هنا جئنا
وأخذنا الغداء في هذا المطعم الوسيع الفسيح. حياكم الله من قرطبة الجديدة.